جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول توفي أخي وأريد أن أفعل له شيئا ينفعه في الآخرة، هل إذا قرأت القرآن الفاتحة والإخلاص أو حجيت أو اعتمرت ووهبت ثوابها لأخي، هل هذا فعل حسن أم توجهونني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. إذا أردت أن تنفع أخاك الميت فأولا تنظر هل عليه ديون حقوق للناس أو مظالم، فإنك ترد هذه الحقوق أو هذه المظالم إلى أهلها لتخلص أخاك، هذا أهم شيء. الشيء الثاني، إذا أردت أن تقرب له ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى فبما ورد به الدليل وهو الدعاء له والاستغفار له، كذلك الصدقة، صدقة عنه، كذلك الحج عنه والعمرة عنه، كل هذه أعمال ورد الدليل بأنها تدخلها النيابة وأنها يصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. أما قراءة القرآن عن الميت أو إهداء ثواب القراءة إلى الميت فهذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لم يرد به دليل فإنه لا يعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم خير وكفاية ولله الحمد. نعم.